ازيكم؟ الفيديو النهاردة هو فيديو شكر لعشر تلاف مشترك. النهاردة كملت 10,000 مشترك أو سبسكرايبر. أنا بشكركم جداً جداً لوجودكم في حياتي، بشكركم عشان اشتركتوا عندي لأنكم وثقتوا فيا وفي محتوايا، بشكركم لأنكم اشتركتوا عندي من غير ما يكون عندي فيديوهات نم ولا سب ولا غيبة ولا شرشحة ولا شحتفة ولا تسول ولا استعطاف ولا فضايح ولا استفزاز لحد من المشاهير بتوع اليوتيوب. بشكركم لأنكم اشتركتوا عندي من غير ما اطلع مربعة بإسدال الصلاة ولا جلبية البيت، ومع إن ده بيجيب مشاهدات حلوة جدا، بس أنا احترمت إن إسدال الصلاة مكانه سجادة الصلاة وجلبية البيت المفروض ما يشوفنيش بيها غير أهل البيت. بشكركم لأنكم اشتركتم عندي رغم أني عمري ما قلت لحد اشترك عندي، ولا عمري قلت لحد اديني لايك أو شيرولي الفيديو، ومع ذلك كنتوا حريصين أن انتوا تدوني اللايك من نفسكم، يا إما تقديرا لتعبي في الفيديو أو مجرد أن انتوا بتحبوني. بشكركم لأن كومنتاتكم الجميلة بتغمرني بطاقة إيجابية تحرك جبال، ببقى عايزة أحضنكم كلكم كده بعد. شكرا لأن على مدار 7 شهور على اليوتيوب وألاف الكومنتات، كل اللي جالي من ساعة ما بدأت يمكن 7 أو 8 كومنتات سلبية، وكانت ملهاش معنى وصاحبها مش فاهم بيقول إيه أو جوا شحنة غضب بس بيعبر عنها. شكرا انكم قدرتوا تفهموا اني بحترم عقولكم وبقدر وقتكم، وفحاولت على قد ما اقدر اخلي الفيديوهات بتاعتي قصيره جدا رغم ان الفيديوهات الطويله معناها اعلانات اكتر، بس انتوا عندي كنتوا اهم. وحتى لما الفيديوهات بتطول مني لانه بيبقى تغطيه لحاجه معينه، وساعتها طبعا بينفع ينزل عليها اكتر من اعلان، اعلانات كتير، بس انا ما بنزلش عليها برضو غير اعلان واحد لغايه ما يعدي يومين، وده تقديرا مني ورد لجميل الناس اللي مشغله زرار الاشعارات اني ببقى عايزاهم يستمتعوا بالفيديو من غير اعلانات كتير، وما بنزلش عليه اعلانات كتير غير بعد يومين او 3 من الفيديو لما بينزل. شكرا لان انا عندي افضل متابعين على اليوتيوب، وده بقدر اعرفه من كومنتاتكم. شكرا انكم قدرتوا تفهموا انا قد ايه بحترمكم وبقدركم، فبدلتوني الاحترام والتقدير. شكرا 10,000 مشترك على ثقتكم، واهلا بيكم معايا في دنيتي وفي قناتي مع سولي، وانا معاكم سولي.